دلوقتي هنروح لدينا عشان تطمننا أكتر على حالة الطقس وكمان درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضل يا دينا. بشكرك فعلا يا محمد. تعالوا دلوقتي في جولة تفصيلية عن أحوال الطقس. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الجو هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل البرودة ليلا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا من متابعتنا للنشرات اللي حضراتكم بتنزلوها في ارتفاع ملحوظ هيكون من يوم الاثنين اللي جاي، لكن أسبوع كله هتفضل حوالين متوسط درجات 33، ولكن الصغرى هتبدأ ترتفع على الوجه القبلي، صحيح ده؟ بالفعل يمكن اليوم هيكون إن شاء الله آخر يوم في انخفاض درجات الحرارة، يعني درجات الحرارة اليوم هترتفع ارتفاع طفيف جدا عن الأمس، حوالي من درجة إلى درجتين، لأن اليوم متوقع تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية. ما زالت الكتل الهوائية اللي بتأثر بيها هي كتل هوائية شمالية شرقية قادمة من على البحر المتوسط، فالطقس خلال فترة النهار طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب الصعيد، محافظات أسفل شمال الصعيد، بيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، بيكون حار على محافظات جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترات النهار. أما خلال فترات الليل ما زالت درجات الحرارة الصغرى منخفضة، متوقع الصغرى خلال فترة الليل توصل ل 17 درجة مئوية، الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. يمكن اليوم نلاحظ يعني هدوء نسبي في سرعات الرياح، خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، هيبقى فقط نشاط رياح على سواحلنا الشمالية، ده ممكن يعني يزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فقط في السواحل الشمالية، لكن القاهرة ومحافظات الوجه البحري في اعتدال في سرعات رياح عن الأمس، ده هيحسسنا شوية بارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة كمان إن احنا إن شاء الله متوقع غدا يكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. لسه كنت عايزة أسأل حضرتك، هل فعلا في موجة حارة هتواجهنا خلال الأسبوع ده؟ هي مش موجة حارة خلال الأسبوع ده، هو في ارتفاع فقط في درجات الحرارة، هي درجات الحرارة ترتفع عن اليوم حوالي 5 درجات، لأن غدا متوقع تكون 33 درجة مئوية، هو ذروة الارتفاع حد واثنين هتوصل فيها العظمى 33 درجة مئوية، يعني الأجواء هتكون أجواء حارة خلال فترة النهار، لطيفة خلال فترات الليل، وهتكمل لنهاية الأسبوع تتراوح ما بين ال 30 وال 31 درجة مئوية، يعني الطقس مستقر، ارتفاع فقط في درجات الحرارة، مش هيكون ارتفاع شديد في درجات الحرارة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة. طبعا احنا حضراتكم بتتابعوا دايما الموجات الحاره اللي بتكون في جنوب شرق اسيا وباكستان، وفي ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ده ممكن ياثر على مصر؟ بالفعل يمكن الايام الماضيه كان في ارتفاع في درجات الحراره في الدول الموجوده في شرق اسيا وموجود في الهند وباكستان، بالفعل ارتفعت درجات الحراره بشكل كبير جدا، وده بدايه لنشاط منخفض الهند الموسمي اللي دايما بياثر علينا احنا في فصل الصيف، يعني بدايه من شهر 6 وشهر 7 وشهر كمان 8 تبدا درجات الحراره ترتفع، وتبدأ نسب الرطوبة كمان تزيد بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي اللي دايما بنسمع عنه في فصل الصيف. صحيح. وده بيبقى السبب الأساسي في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة. ناس كتير بتقول ان ده هيأثر او هيكون ده انعكاس على ان الصيف السنة دي هيكون صيف شديد الحرارة، ده بالفعل؟ لا خالص، هو ملهوش علاقه، وما نقدرش نقول ان الصيف اللي جاي هيكون صيف شديد الحراره او زي العام الماضي، يعني هو احنا لسه في التنبؤات الفصليه لسه كمان هتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه، لكن هو منخفض الهند الموسمي احنا دايما كل فصل صيف هو اللي بيزود ارتفاع درجات الحراره، هو اللي السبب الاساسي في ارتفاع درجات الحراره اللي احنا دايما متعودين عليها في فصل الصيف، بيبقى متوسطات درجات الحراره فيها ما بين ال 37 وال 38، لكن زياده نسب الرطوبه اللي دايما تبقى سبب مرور الكتل الهوائيه على البحر المتوسط خلال فصل الصيف هي العامل الاساسي في الاحساس بارتفاع درجات حراره خلال فصل الصيف. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا نتابع مع بعض دلوقتي حالة الجو أو درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ من القاهرة العظمى 28 والصغرى 17، الإسكندرية 26 17، مطروح 23 16، سيوة 30 14، بورسعيد 24 17، دمياط 24 16، إسماعيلية 28 16، السويس 28 17، العريش 24 16، طابة 29 16،
كاترين 24-11، شرم الشيخ 32-21، الغردقة 31-20، الفيوم 30-18، بني سويف 30-18، المنيا 31-18، أسيوط 32-19، سوهاج 33-19، قنا 33-20، الأقصر 34-20، أسوان 35-21، الوادي الجديد 34-20، شلاتين 32-19، وأخيرا حلايب 30-19. بكده حاولنا نطمن حضراتكم على الحالة الجوية بالتفصيل. الأجواء ربيعية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام اللي جاية، لكن بالليل الجو هيكون لطيف. هرجع مرة تانية لمحمد وهدير علشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. شكرا لك يا ديما. شكرا لك.